الوسطي هيلاعب فريق من أمريكا اللاتينية وهو بطل الدوري البرازيلي على المركز الثالث والرابع، يعني هيتنافسوا في المباراة القادمة على الميدالية البرونزية. ثم تالي مباراة نادي الجزيرة والبرازيل، المباراة النهائية في هذه البطولة والتي نتوقع أن تكون قوية جدا لأنها بين فريق سافونا الحاصل على المركز الثاني في الدوري الإيطالي. الدوري الإيطالي ده دوري محترفين وقوي جدا، هيلاعب فريق نادي يادران من مونتينيجرو، ومونتينيجرو زي ما بقول لحضراتكم من أقوى الدول في كرة الماء حاليا في العالم. يوغوسلافيا كان في وقت من الأوقات كانت هي الأقوى على العالم، وبعد وفاة رئيسها السابق تيتو تم تقسيم يوغوسلافيا، واللي هي كان عندها أقوى فريق كرة ماء في العالم، تم تقسيم هذه الدولة إلى 6 دول. اللاعبين اتوزعوا على تقريبا على 6 دول، بس أقوى التوزيع كان في مونتينيجرو وفي صربيا وفي كرواتيا. مونتينيجرو والجبل الأسود هي دي الدولة الكبيرة، أكبر الدول اليوغوسلافية حجما، واحتفظت بالعاصمة القديمة ليوغوسلافيا بلغراد، وبقت بلغراد هي عاصمة الجبل الأسود. مونتينيجرو من الدول العالمية دلوقتي في كرة الماء، ويمثلها نادي يادران في المباراة النهائية إن شاء الله. نرجع لمباراتنا الحالية اللي هتبتدي، فريق نادي فاشش المجري، ويرتدي أغطية الرأس البيضاء، هيلاعب فريق تشادي الأسباني اللي بيرتدي أغطية الرأس الزرقاء. الفريقين بيسبحوا دلوقتي علشان خاطر هنبتدي الشوط الأول، واللي هيوصل للكرة الأول هو اللي فرقته هتاخد الكرة وتبتدي اللقاء ويبتدي الماتش. فريق فاشش المجري وصل للكرة الأول وبدأ الهجمة ونحن في بداية الشوط الأول. بداية الشوط الأول نادي فاشش المجري بيبتدي يهاجم، بيهاجم من الناحية اليمنى، عنده لاعب أشول قوي. اللاعب الأشول ده بيكون يعني فكهة هذه اللعبة الجميلة. شوطة قوية، إنما حارس المرمى هو اللي صد الكورة بتاع فريق تشيدي الأسباني. فريق الأسباني لابس أغطية الرأس الزرقاء اللي هم معاهم الكورة، بيهاجم. الفريق المجري بيدافع. الكرة مع تم استبعاد اللاعب رقم 4. اتشطت الكرة ودلوقتي الفريق بيهاجم، وزي ما بقول فرقتين أقوية جدا، بطل أسبانيا وبطل المجر. شاطت الكرة برضو واتصدت لأنها الفريق قوي جدا.
الكرة مع الفريق الأزرق وبيهاجم وبيشوط. الكرة لما بتيجي بآخر لاعب بيلمسها وبيكون من حارس المرمى بتتحسب رمية ركنية. الكرة احتسبت ضربة جزاء لأن الكرة لما اتباصت لاعب رقم 7 عمل خطأ جسيم في والمهاجم كان في مواجهة المرمى، إنما الكرة دلوقتي ضربة جزاء وهيشوطها كابتن الفريق، يستعد وخد إشارة من الحكم وشاط، إنما حارس المرمى صدها بكفاءة عالية. في هجوم كاسح دلوقتي من الناحية اليمنى. الناحية اليمنى أنا دايما الخطأ اللي حصل دلوقتي دايما الخطأ اللي دايما بنقوله لأبنائنا اللاعبين، وانت بتباصي لازم عينك تيجي في عين اللي بيباصي الكرة. رمية جزائية أخرى على اللاعب رقم 4. على اللاعب رقم 5. فريق فاشش المجري اللي هو لابس أغطية الرأس الزرقاء. لاعب رقم 6 من فاشش المجري. الكرة معاه دلوقتي، و بفكر حضراتكم ان فريق تشيدي الاسباني اللي لابس ابيض، فريق تشيدي الاسباني هو اللي لابس ابيض. الكرة مع فريق فاشش، مع فريق تشيدي الاسباني، وهاجم فريق فاشش عامل دفاع وبيحاول يحافظ على المرمى بتاعه وشاط، انما الكرة جت في القائم وخرجت بره الملعب. الكرة مع فاشش تاني وبينفرد بالمرمى وبيهاجم، اتنين لعيبة على واحد، ودي بنسبة كبيرة هدف، بنسبة كبيرة هدف، ولكن حارس المرمى كان في الميعاد لها وصدها، او هي جت في راسه حقيقي، يعني ما اقدرش اقول ان هو صدها، هو كان بيحاول يصد بايديه الاتنين يمين وشمال، انما جت في راسه وطلعت للرمية ركنية. الكرة دلوقتي مع فريق فاشش لعب الرمية الركنية وبيلعب الكرة بيباصي عشان يعمل خلخلة في الدفاع الأسباني. اللاعب شاط والكرة رجعت تاني لفريق فاشش المجري، بيعمل هجمة جديدة وهيشوط، شاط وجت في العارضة وجت له تاني لتالت مرة. في حاصل دلوقتي ان فريق فاشش بتجيله الكرة إعادة استحواذ، يجي تلات مرات ورا بعض وبيشوط برضو رابع، وتيجي في ايد حارس المرمى والقائم الأيمن. الفترة بتاعت الاحتفاظ بالكرة 30 ثانية لكل فريق، إنما لو جت في القائم أو حد صدها ورجعت لنفس الفريق الهجمة بتكون 20 ثانية فقط، هجمة جديدة، وده أحد التعديلات الهامة في كرة الماء. في دلوقتي في لاعب تم استبعاده 20 ثانية، والفريق الاسباني الابيض حاول ان هو يشوط ويهجم انما جت في العارضه، والكره الان مع فريق فاشش، فريق ماشا فاشش اللي بفكر حضراتكم ان هو لابس غطاء الراس الازرق. نادي فاشش بيحاول ان هو
يشوط تاني شاط، كرة جت في المية وطلعت خارج، عملت بند في المية كده وطلعت فوق العارضة، والكرة مع حارس المرمى الإسباني فريق نادي تشادي الإسباني. زي ما بنقول تشادي دي مقاطعة بتقع على بعد حوالي 37 كيلو من العاصمة مدريد. بيحبوا كرة المية وبيبذلوا عليها مجهود كبير. تم استبعاد اللاعب رقم 3 من فشش المجري. تشادي بيحاول يهجم ويستغل النقص العددي وشاط وسجل هدف جميل قوي. اللاعب رقم 8 سجل هدف جميل عشان يتعادل فريق تشادي مع فريق فشش المجري، لتصبح النتيجة 1-1 وباقي حوالي دقيقتين على نهاية الشوط الأول من مباراة تحديد المركز الخامس والسادس في بطولة نادي الجزيرة الرياضي الدولية الأولى. فريق فشش اللي لابس غطية رأس زرقاء هو دلوقتي بيغير بيسنتر علشان خاطر الهدف اللي جه فيه، هدف التعادل اللي جه فيه. كرة مع فريق فشش الأزرق و بيحاول يهجم، انما الدفاع جامد بتاع اسبانيا مش هيسيبه يحرز هدف تاني، وهو برضه مش هيسيب لان هو تيجي له فرصه يجي له هدف. جت الكره فعلا للجناح الايسر ولعبها من اول لمسه، بس حارس المرمى كان في المكان والزمان اللي مستني الكره وصدها فعلا وبصاها لزميله اللي بيهجم من الفريق الاسباني رقم 4، بيهجم من الجهه اليمنى وهو لاعب اشول قوي، شاط شوطه قويه. بقى في اعاده استحواذ يعني الهجمه الجديده اللي هي 20 ثانيه اللي كنت بقول لحضراتكم عليها. فهو دلوقتي كان في حوالي ال 6 متر وبيحاولوا يشوطوا، الفريق الاسباني بيحاول يلاقي فرصه وشاط وجت في القائم. شاط وجت في القائم، حظ فريق فشش كويس في هذه الكره. تم استبعاد اللاعب رقم 7 من فريق تشادي الاسباني، وفريق المجري دلوقتي فشش بيحاول ان هو يستفيد من وجود لاعب زياده عنده والنقص العددي للفريق الاسباني، وفريق فشش بيحاول يسجل الهدف الثاني. واتشاطت قوية قوي انما جت في القائم، ولما كان هو فاضل في الزمن الهجمة حوالي 20 ثانية فخلصوا ال 20 ثانية، زمايله قعدوا يقولوا له شوط لغاية لما شاط فعلا. كرة مع الاسبان، فريق تشادي الاسباني بيشوط كرة جامدة جدا انما حارس المرمى صدها، والكرة مع الفريق الاسباني مره تانية و معاهم الكره وبيحاولوا يهجموا من الناحيه اليمنى المفضله عشان عندهم الجناح الايمن اشول، بيحاولوا يشوطوا شوطه قويه ولكن انتهى الشوط الاول بتعادل الفريقين. بيدير هذه المباراه فشش المجري اللي لابس ازرق وفريق تشادي الاسباني اللي لابس ابيض، والكره ما بينهم دلوقتي انما اخذها فريق تشادي، وصلت بعد ذهاب وعوده الكره مع فريق تشادي. في لاعب من فريق تشادي عمل خطا فالحكم احتسب فاول عكسي عليه. فكر حضراتكم ان النتيجه لازالت 1-1 تعادل. فريق فشش بيحاول ان هو يهجم، بيحاول ان هو يستفيد بالزياده العدديه لان في واحد مطرود من فريق تشادي الاسباني. فريق تشادي قطع الكوره وسبح بيها وفريق فشش بيحاول يلحقه عشان ما ينفردش بالمرمى، وفعلا لحقوا
وفريق فاسوس بيحاول يعمل دفاع قوي عشان الأسبان برضو مش راضيين بالنتيجة. دول يعني عاوزين على الأقل يحصلوا على المركز السادس في هذه البطولة. كرة خرجت رمية مرمى بجوار القائم، فبقى دلوقتي الكرة مع فريق فاشش. حارس المرمى معاه الكرة وبيحاول عشان يشوف مين اللي معاه من فاضي، والحكم مرة تانية احتسب فاول عكسي. فاول عكسي يعني الكرة مع فريق وخدها واحد من الفريق التاني. كرة مع فريق تشيدي الإسباني، لعب الكرة لزميله وبيحاولوا بقى دلوقتي ياخدوا موقع مظبوط عشان يوصلوا الكرة للسنتر فيرويد. الكرة راحت الباك رقم 10 عمل خطأ جسيم واتحسب له خطأ شخصي وخرج لمدة 20 ثانية استبعاد في المباراة. الكرة مع طلعت اوت، كرة مع فريق فاشش المجري. حارس المرمى بيبص على يديها لمين، ولازم يا جماعة انا بفكر ولادي تاني، حراس المرمى واللاعبين، وانت بتباصي سواء حارس مرمى او لاعب عينك في عين اللي انت بتباصيله عشان ما تلعبلوش الكرة يكون هو عام مثلا، يبقى في دايما تنسيق بينهم. فريق فاشش لعب كرة كويسة وانفرد بالمرمى وسجل اللاعب رقم 6 من فاشش المجري هدف جميل جميل جميل. يتقدم فريق فاشش المجري بهدفين على فريق تشيدي الإسباني. بفكر حضراتكم للي لسه جايين دلوقتي قدام الشاشة ان احنا في الشوط الثاني من مباراة تحديد المركز الخامس والسادس في بطولة نادي الجزيرة الرياضي الأولى في كرة الماء. بقي على نهاية الشوط الثاني حوالي 6 دقائق، والكرة مع فريق إسبانيا الفريق المهاجم. دلوقتي فريق فاشش المجري بيحاول يلعب بدفاع المنطقة عشان يصد الهجوم الكاسح. كرة راحت للسنتر فيرويد اللي لف وسجل هدف برضو يعتبر من الأهداف الجميلة، لاعب رقم 3 من أسبانيا. أما دايما في كرة الماء دايما المحاولة ان اللاعبين بيحاولوا ان هم يلعبوا ويباصوا مع بعض علشان خاطر تحصل خلخلة في الدفاع، فيا إما يشوط يا إما يباصي للسنتر فيرويد. سنتر فيرويد لما تجيله الكرة بيعمل حاجة من 3، نمرة 1 انه يلف ويجيب جون، او يلف وياخد ضربة جزاء، او مش قادر يلف فاللاعب التاني بيحاول يكتفه فيتم استبعاد اللاعب المنافس لمدة 20 ثانية. حاجة من 3 ملهاش رابع. دلوقتي فريق نادي فاشش معاه الكرة وهيشوط لانه لاقي ان الباك بتاعه ممسوك، وبالتالي شاط شوطة فطلعت رمية ركنية. فريق إسبانيا أو الفريق الإسباني تشيدي هاجم من الناحية اليسرى وبيباصي عشان يعمل الخلخلة أو يفضي السنتر فيرويد يباصيله. الكرة مع الفريق الأبيض فريق تشيدي الإسباني، شاط شوطة قوية، ولكن وهي خارجة الحكم الأشار أن الكرة لمست يد حارس المرمى، ولما تلمس حارس المرمى بتتحسب رمية ركنية. كرة مع الفريق الإسباني فريق تشيدي الإسباني، كرة معاه وبيحاول أن هو يحكم الهجوم، والفريق المجري بيحاول يحكم الدفاع. مين اللي هيفوز؟ فريق تشيدي حصل على الكرة. لاعب رقم 8 أخذ الكرة من وسط الزحمة وشاط شوطة قوية لتطلع النتيجة لثلاث أهداف. فريق تشيدي تقدم بهدف على فريق فاشش اللي عنده هدفين فقط. الكرة مع فريق فاشش اللي لابس أغطية الرأس الزرقاء وبيهاجم. فريق
الإسباني تشيدي بيلعب بدفاع المنطقة، بدفاع لاعب ضد لاعب، وبيلعب من بعيد لأن هم ماسكين كل لاعب ماسك التاني كويس أوي. رجعوا تاني غيروا الخطة وبيلعبوا دفاع المنطقة، وعشان كده فريق فشش تقدم وهيشوط شوط، ولكن جت في إيد واحد من حائط السد الصد وطلعت بجوار القائم. بفكر حضراتكم ان احنا في الشوط الثاني، بقي حوالي 4 دقائق على نهاية الشوط الثاني من المباراة. الكرة مع فريق تشيدي الاسباني، وهيشوط هيشوط وشاط، كان باين من الستايل رقم 9، كان باين من الستايل بتاعه ان هو هيشوط وشاط شوطة جميلة في الزاوية اليسرى من المرمى، لتصبح النتيجة 4-2 لفريق فشش. فريق تشيدي الاسباني متقدم ب4-2. احنا هنشوف منافسه قويه دلوقتي علشان خاطر كل واحد عاوز يرجع بلده يقول انا طلعت الخامس مش السادس والاخير على الدوره. الفرق دي فرق عريقه وبيتحاسبوا لما يرجعوا بلدهم، وبتتقدم تقارير بمستوى البطولة ومين الفرق المشاركة وهم عملوا ايه، موضوع دراسة وموضوع علم، ومفيش حاجة بتتساب كده ماشية براحتها، لا كل حاجة بالورقة والقلم. فريق فشش زي ما بقول او هاجم وبيحاول يشوط. طب ليه بيحاول يشوط من بعيد؟ لان الدفاع الاسباني جامد وبيحاولوا ان هم يكتفوا الفريق المجري. فريق المجري شاط من بعيد، الكره راحت لفريق تشيدي، هاجم من ناحيه اليمين، هيلعب لورا اكيد، هو اخد فاول بس اكيد هيلعب لورا. الحكم بيقول اطلع قدام عشان يلعب من على خط المترين، وفعلا الكرة اتشاطت وجت في العارضة وجت لحارس المرمى المجري، بيبص عشان يشوف مين زمايله في فريق فشش يفضي نفسه عشان ياخد الكرة. لقى زميله وصديقه في الفريق رقم 4 بيباصوا هما الاثنين، بيباصوا لزميلهم عشان يلاقوا فجوة وثغرة في اللعب. في كذا حاجة حصلت دلوقتي، الكرة اتباصت لسنتر فيرود، السنتر فيرود لسه هياخد الكرة، لاعب رقم 4 من إسبانيا، اللاعب رقم 2 عمل خطأ شخصي وتم استبعاده من المباراة لمدة 20 ثانية. مفروض الفريق المجري هيستفيد ان هو يلعب واحد زيادة، وعشان يستفيد اكتر فالمدير الفني بتاعه طلب وقت مستقطع علشان خاطر اللاعبين بتوعه ياخدوا او يلتقطوا انفسهم ويديلهم التعليمات الجامدة الاخيرة عشان خاطر يقدروا يلعبوا واحد زيادة ويحاولوا ان هم يعوضوا فارق الاهداف اللي هو هدفين. اللاعبين الاحتياطيين اللي هم موجودين في الميه دول اكيد مراقب المباراه مش هيسيبهم، هيلاقي فرصه يقول لهم اطلعوا فوق، ممنوع ان هم يقفوا في الميه كده بجوار الحبل. الفريق المجري بيحاول يستفيد بالزياده العدديه وبيباصي، هيعمل ايه؟ بيباصي لزميله ورا عشان يلاقي ثغره، بيباصي لزميله الثاني وهيشوط ولا هيعمل ايه؟ باصه وبيحاول يلاقي فرصه وشاط شوطة قوية إنما جت في القائم وحارس المرمى ورجعت لفريق فشش تاني المجري. رجعوا بس الفريق التاني كان اكتمل خلاص، هيلعبوا بدل 30 ثانية هيستحوذوا الكرة لمدة 20 ثانية بس، لأن هم عملوا إعادة استئناف للكرة، لازم يشوط لأن ال 20 ثانية هتخلص. هيشوط شاط صدها، واللاعب فاول عكسي ليهم، الكرة مع فريق فشش بيهجم من الناحية اليسرى وهيشوط، لقى نفسه الدنيا مقفولة عليه والدنيا ضلمت، فراح رايح الدنيا ضلمت من الباك اللي قصاده يعني، انما النور كويس قوي في نادي الجزيرة. انا بقول على ان النمرة ضلمت يعني الباك طلع قدامه، كان ناقص ان المهاجم يقول مين طفى النور.
قفل عليه اليمين والشمال والمنتصف، وقدروا ان هم ياخدوها فريق اسبانيا او الفريق الاسباني، فريق تشيدي، نادي تشيدي. كره معاهم وبيحاولوا ان هم يلاقوا ثغره علشان يباصي، او ان هو لقى فعلا ثغره وشاط، انما اتصدت في حائط الصد ورجع تاني للفريق الاسباني. فريق تشيدي اخذ الكره وبيحاول تاني ان هو يحصل على الكره. الكره مع فريق تشيدي، انما الخطا اللاعب رقم 4 من المجر اخذ عمل خطا شخصي وتم استبعاده لمده 20 ثانيه من المباراه. فريق تشيدي حاول يشوط انما اتصدت، وما زلنا بتقدم الفريق الاسباني 4 أهداف مقابل هدفين للفريق المجري، فريق نادي فاشش. باقي اقل من نص دقيقه على نهايه الشوط الثاني. فريق المجر بيحاول ان هو يجيب جول قبل نهايه الشوط. تم استبعاد اللاعب رقم 15 من اسبانيا، تم استبعاده لمده 20 ثانيه. باقي 15 ثانيه على نهايه الشوط، بيحاولوا ان هم يجيبوا جول الفريق المجري. الفريق المجري اخذ الكره وشاط شوطه قويه، شاط شوطه قويه وشاط. الفريق الاسباني بيعترض بيقول لا، الكره دي ده اللاعب كان واقف في موقف تسلل، انما الحكم قال لا انا اللي واقف صح وشايفه، هو كان واقف صح. واحتسب الهدف المجري رقم 3 لتصبح النتيجه 4-3 للفريق الاسباني تشيدي الاسباني. فريق فاشش 3، فريق تشيدي بيسنتر، هيشوط على طول علشان خاطر ما فيش فاضل ثانيه او 2 أو 3. شاط كره هتروح فين؟ شاط شوطه قويه، بس الحكم الحارس المرمى صدها وطلعت راميه ركنيه. فاضل ثانيه تقريبا على نهايه الشوط. الثانيه دي لما خد الاشاره ان هو يشوط، شاط على طول من الراميه الركنيه، ودي احد التعديلات اللي حاصله في القانون، لان كان زمان، مش زمان يعني، قبل ما تحصل. الشوط الثالث ابتدى، الشوط الثالث ابتدى والفرقتين عاموا على الكره، راحت لمين؟ فريق فاشش، فريق فاشش حصل على الكره وبيبدا الهجمه في الشوط الثالث. بفكر حضراتكم بالنتيجه، النتيجه ان الفريق الابيض تشيدي 4 أهداف مقابل 3 لفريق فاشش المجري. اللي معاه الكوره وهاجم واتحسب له فاول، والحكم رفع ايده في هذه المنطقة مع اول توقف، هشرحها لكم بالظبط ايه اللي حصل. ان الكرة كانت مع فريق المجر لكن الدفاع اخذ الكرة منهم. الكرة في هجوم للفريق الاسباني من الناحية اليمنى، هم متقدمين وبيحاولوا يحرزوا هدف تاني عشان يكبروا الفرق بين الفريقين في الاهداف وياخدوا نفسهم. انما طول ما النتيجه 4-3 دي ما تطمنش الشعب الاسباني والجمهور الاسباني. الكره مع الفريق شاط شوطه الجناح الايمن، ولكن حارس المرمى المجري بيعيد امجاد ابائه واجداده، بيصد كره قويه، اعظم حراس مرمى في العالم الحراس المجريين زمان في السبعينات والثمانينات. دلوقتي الكرة مع رقم 7 في فريق فاشش، ادها لزميله نمرة 13 وبيهجموا من الناحية اليمين، الناحية المفضلة برضو عندهم، وشاط شوطة صدها حارس المرمى الأسباني. طب حد يقول لي هو شاط كده مستعجل ليه؟ لأنه عينه جات على الساعة وشاف إن ال 30 ثانية زمن الاستحواذ هتخلص. كرة مع رقم 2 في من اسبانيا ومنفرد بالمرمى واخد الكره وشاط، انما الكره صدها حارس المرمى المجري باقتدار، وبيحاول يبدا هجمه جديده عشان يعوض الهدف الفارق في الاهداف. انا بفكر حضراتكم انها 4 أهداف للفريق
الابيض الاسباني، 3 لفريق فاشش اللي معاه الكره وهاجم دلوقتي اللي متاخر بهدف، اداها لزميله في الجناح الايمن وبيحاول ان هو يسجل. انتهت الهجمه برضه، يعني اللاعب المره اللي فاتت اخد باله وشاط بسرعه، ده ما خدش باله وقعد يكمل لعب لغايه لما اطلقت اشاره انتهاء زمن الهجمه اللي هو زي ما قلت لحضراتكم 30 ثانيه وبيتحول ل 20 ثانيه في حاله اعاده الاستحواذ. الكره مع منتصف الهجوم الاسباني اللي مش مصدق نفسه نمره 2، ده انفرد بالمرمى انفراد تام وبعدين لعبها في القائم، هو مش واقف لسه مخضوض ومش مصدق نفسه، او يمكن خايف من المدرب، مش عارف المدرب هيعمل فيه ايه، وخصوصا وهم متاخرين بهدف عن الفريق الاسباني. فريق فشش المجري دلوقتي بيحاول تاني ان هو ياخد الكوره، اللاعب السنتر فورورد غطس الكرة تحت المية أو داس عليها تحت المية، وبالتالي بيستوجب إعطاء رمية حرة علشان خاطر الكرة لابد دائما وأبدا أثناء اللعب الفعلي تكون ظاهرة على وش المية، ظاهرة للعيبة، ظاهرة للحكام، ظاهرة للمدربين، مفيش ممنوع حد يدفع بيده الكرة إلى أسفل، ممنوع، لازم تبقى ظاهرة على سطح الماء طوال اللعب الفعلي للمباراة. الفريق المجري هاجم وفعلا بيحاول، لاعب رقم 10 حاول ونجح في ان هو يحرز هدف التعادل لتصبح النتيجة 4 أهداف لكل فريق. التعادل ده هيبقى حاجة جامدة جدا. خلي بالنا ان احنا بنعمل أو بنقيم هذه المباراة علشان خاطر نحدد من هو الفريق رقم 5 أو 6، يعني الخامس أو السادس. احنا وصلنا في الشوط الثالث لتعادل 4-4، لو استمر هذا التعادل لغاية نهاية المباراة فعلشان خاطر احنا بنحدد مركز، فسيتم الاحتكام إلى ضربات الجزاء. طبعا الفريقين مش عاوزين يوصلوا دي، لان ضربات الجزاء دي يعني ممكن يجي فيها بعض التوفيق واللا توفيق، بعض الحظ واللا حظ، مين اللي عنده دعوات والدين اكتر، فبيحاول يخلص اثناء وقت الفعل للمباراه. كره مع فريق اسبانيا وبيحاول يلاقي ثغره، ده اللاعب ماسك الكوره ولغايه الكره مع فريق تشيدي الاسباني. الحكام بيحاولوا ان هم يشوفوا كل لعبة ويسجلوا كل لعبة ويصفروا على كل لعبة، لكن الأخطاء البشرية ممكن تبقى موجودة في أي وقت، عشان كده تم طرد اللاعب أو استبعاد اللاعب رقم 6 من تم استبعاد اللاعب رقم 6، وده اللي خلى فريق تشيدي يتقدم اللاعب رقم 11 وينفرد بالمرمى ويسجل الهدف الخامس، هدف التقدم حتى الآن. أنا بفكر حضراتكم إن إحنا في الشوط الثالث من المباراة وباقي أكتر من 3 دقايق على نهاية الشوط الثالث. تقدم فريق تشيدي الأسباني بهدف، تصبح النتيجة 5 أهداف مقابل 4 فقط لفريق فشش المجري اللي بيتقدم دلوقتي، اللي لابس أغطية الرأس الزرقاء، بيحاول ان هو يباصي للسنتر فورورد او يلاقي ثغرة ان هو يشوط. فريق فشش المدرب بتاعي كان بيقول لي ان هم في طور إعادة التكوين للفريق، بيجدف الفريق، بس شايفين ان هو عامل شغل كويس، هيبقى ليهم مستقبل كويس قوي اللاعبين المجاريين. كرة شاطت بس طلعت اعلى من العرضة بتاعة الفريق الاسباني. فريق تشيدي الاسباني بيهجم من ناحية اليمين، اللاعب رقم 4 دايما هو اللي بيمسك الحتة دي عشان هو أشول، وزي ما بقول في كرة الماء اللاعب الأشول هو فاكهة الفريق. كرة معاه، الفريق فشش بيلعب
من الناحية اليمنى هيشوط، والكرة جت في كتف حارس المرمى وطلعت أعلى العارضة، فتبقى رمية ركنية. أنا بفكر حضراتكم بيقول له شوت شوت ليه؟ لأن اللي بره ده عينه على الساعة اللي بتبين زمن الهجمة، فحس إن ال 30 ثانية هتخلص. فقال له شوط والا هتتحسب علينا فاول عكسي. كره مع الفريق الاسباني، فريق تشادي الاسباني بيلعب جامد عشان يعمل الخلخله المطلوبه ويسجلوا هدف. تم استبعاد احد لاعبي فريق فاشش المجري، اللاعب رقم 4 عمل خطأ شخصي بالنسبة له وخرج بره لمدة 20 ثانية، والفريق الأسباني استغل الفرصة ولعب رقم 10 طلع لفوق وسجل هدف جميل. النتيجة بقت 6-4 وباقي دقيقة و 58 ثانية على نهاية الشوط، يعني حوالي دقيقتين، باقي حوالي دقيقتين على نهاية الشوط، باقي حوالي دقيقتين على نهاية الشوط. فريق المجري بيسنتر بعد ما دخل فيه الهدف السادس علشان يتقدموا بفارق هدفين. كرة مع لاعب رقم 4 المجري، تم استبعاد أحد لاعبي الفريق الإسباني. لاعب رقم 8 تم استبعاده لمدة 20 ثانية. فاشش المجري عاوز يوقف الهجوم ده فطلب وقت مستقطع، وزي ما قلت لحضراتكم كل فريق له 2 وقت مستقطع طوال المباراة، وده برضو أحد التعديلات الجديدة، لأن كان الأول كل فريق ليه واحد وقت مستقطع في كل شوط، يعني ليه 4 وقت مستقطع خلال المباراة. فالاتحاد الدولي لقى أن 4 تايم أوت أو وقت مستقطع خلال المباراة، والفريق الآخر نفس الحكاية 4 برضو، يعني اللعبة هيتوقف 8 مرات وفي كل مرة دقيقة كاملة عشان يعملوا وقت مستقطع. فعملوا تعديل وقالوا كل فريق 2 وقت مستقطع في المباراة كلها، تاخدهم في الشوط الأول تاخدهم في الشوط الرابع على كيفك. الكرة مع فريق فاشش بيحاول يقلل الفارق العددي ما بين الفريقين. النتيجة 6-4، يعني في فرق هدفين. المجرين بيحاولوا يقللوا الفرق، بيحاولوا يقللوا الفرق، بيحاولوا يباصي الكرة مع الفريق المجري. هيشوط وشاط شوط. اللاعب رقم 6 من بعيد أطلق قذيفة مدوية، قذيفة مجرية علشان خاطر يقلل الفارق بين الفريقين. النتيجة دلوقتي بقت 5 لفاشش و 6 لفريق تشادي الأسباني، وبقي حوالي دقيقة و20 ثانية على نهاية الشوط الثالث من هذه المباراة المخصصة لتحديد الفريق الخامس والفريق السادس في هذه البطولة الجميلة. كرة مع فريق تشادي الأسباني ومستمر في الهجوم، هو ليه 30 ثانية زي ما قلنا لأن هو لسه في الهجمة الأولى. لعب الكرة بس راحت لعبها لب بضعف شوية، فراحت لزميله سنتر فيرويد اللي خد الكرة، وبيلعبوا في 20 ثانية بقى اللي هي الفترة التانية بتاعت استحواذ الكرة. معاك كرة اللاعب الأشول وشاط من زاوية من هنا الزاوية الشمال. اللاعب الأشول رقم 4 سجل هدف جميل جدا، وسجل ده يعتبر الهدف الخامس لفريق فاشش. زي ما لسه بقول لكم اللاعب الأشول ده بيبقى فاكهة الفريق وبيلعب في الجهة اليمنى، وفكرنا بلاعبنا في كرة القدم محمد صلاح وهو بيلعب في ليفربول أو بيلعب في منتخب مصر في الناحية اليمنى، وهو أشول بيقدر يعمل شغل كويس قوي. نرجع للماتش بتاعنا، ماتش تحديد المركز الخامس والسادس. فريق فاشش المجري هاجم، وبفكر حضراتكم انه هو متأخر بهدفين، نتيجة 7-5. الكرة مع فريق فاشش وهيشوط، شاط شوطة طالقة
اللاعب رقم ثلاثة شاط شوطة أنا بسميها طلقة. إيه اللي قدر يعمله ده؟ لعبة قوية جدا، حسنت من فارق الأهداف وأحرز الهدف السادس ليقترب من فريق تشيدي الإسباني اللي عنده 7 أهداف، والفريق المجري فاجاش عنده 6 أهداف. فريق تشيدي الإسباني بيسنتر عشان دخل فيه هدف، وبيحاول في ال10 ثواني الأخيرة من الشوط إن هو يحصل على الهدف الثامن، وقبل ما يطلع للشوط الرابع يكون فارق بهدفين. هيقدر ولا لأ؟ تم استبعاد لاعب رقم 3 من المجر، والكرة مع فريق اسبانيا. فاضل ما فاضلش، لسه هقول فاضل ثانية، طلع انه ما فاضلش. لبداية الشوط الرابع الحكام اطلقوا اشارة البداية، الفريقين بيسبحوا بقوة عشان يوصلوا للكرة. مين اللي اخدها؟ فريق فاشش خدها، انما فريق فاشش الكرة معاه، واتحسبت ليه فاول كمان. الكرة مع الفريق المجري، بيحاول ان هو يلاقي فرصة. الدفاع الاسباني مش بخليه فرصة ان هو يشوف فين لاعبيه، زي بقول لحضراتكم بيطلع لقدام كده عليه، بيخلي الدنيا ضلمة قدام مش شايف حاجة. بس بيتقدم الفريق اللي قدام دلوقتي، الفريق المجري، وبيستعد ان هو يا يشوط يا يوصل للسنتر فيرود. هيشوط طبعا، هنا اتحسب الكره دلوقتي مع الفريق الاسباني، علشان برضه اوضح لحضراتكم ان في اي وقت يتحسب فاول بيتلعب الفاول، وممكن يتشاط رميه حره مباشره الا اذا كان الفاول في منطقه السبعة امتار. اذا كان الفريق في منطقه الـ7 امتار يبقى الفاول لما يتحسب ما يقدرش يشوط مباشره، لازم يباصي لحد. اللاعب المره اللي فاتت كان داخل الـ6 متر وشاط شوطه من داخل هذه المنطقه. الحكام موقفين المباراه، يظهر في بتتظبط الآلات والأدوات. أو كان في أحد العلامات يظهر كانت وقعت، فبيحاولوا إن هم يحطوها مكانهم. في حالة تأهب وبيشوفوا مين العدد. في لاعب متعور يظهر، في لاعب متعور، والقانون الدولي بيقول إذا في أحد اللاعبين أصيب في حالة النزيف فلا بد أن توقف المباراة فورا. بيتم إيقاف المباراة فورا، واللاعب المصاب أو بينزف يطلع من الملعب وينزل لاعب مكانه فورا، ده حرصا على صحة باقي اللاعبين. اللاعب يظهر وهو بيعوم، يظهر ما فيش حاجة مقصودة خالص، لأن احنا متابعين اللعب. أكيد وهم بيعوموا جنب بعض في كوع جي فيه ولا حاجة، إنما ما فيش حاجة مقصودة، واللعب بيكمل. وفريق الأسباني بيحاول إن هو يرقص ويهوش. لاعب رقم 5 ومن بعيد وغافل كل الناس، وعمل ان هو هيباصي لزميله وشاط شوطه قويه دخلت المرمى. فريق تشيدي اللي لابس ابيض، الكره 8-6 8-6 لفريق الابيض. اكيد هتتصلح دلوقتي اللي موجوده على الشاشه امام حضراتكم. تمام 8-6 تمام كده. متشكر قوي ل فرق الإعداد والإنتاج وكل الناس والمخرجين ومساعدين المخرجين بتوع أون سبورت. فريق هايل من التقنية العلمية، بيطبقوا شغل كويس جدا. الكرة دلوقتي رمية ركنية لفريق فاشش المجري، الكرة دلوقتي رمية ركنية لأنها جات في إيد حارس المرمى.
طيب بيحاول يلعب. ايوه برضو الفريق الاسباني بيقفل السكه لما تكون الكره مع الفريق المنافس، الفريق الاسباني بيقفل السكه تماما. المجريين بيحاولوا يشوطوا، الحكم بيصفر وتم استبعاد احد لاعبي فريق تشادي الاسباني، وتشاطت الكره ودخلت جون، وفاضل 6 دقائق و13 ثانيه ولا 14 ثانيه على نهايه الشوط الرابع والاخير. فريق فاشا شاط شوطه قويه وسجل الهدف السابع ليقترب بالنتيجه مره اخرى، ان هما الاثنين بقوا الفريقين قربوا على بعض قوي مع استمرار تقدم الفريق الاسباني بهدف. فريق تشادي 8 اهداف مقابل 7 اهداف لفريق فاشش اللي لابس ازرق. فريق تشادي الفائز ومتقدم بهدف، معاه الكوره وبيهجم، معاه الكوره وبيهجم، ولازم هيشوط. شاط سجل هدف جميل الفريق الاسباني. برضه اللاعب رقم 7 استغل ان الفريقين في الميه وبيحاولوا يتمركزوا، كل فريق يتمركز في مكان علشان خاطر يقدروا يلعبوا ويجيبوا كره كويسه ويحصل على الكره من الفريق المنافس، الا ان اللاعب رقم 9 غفل الجميع وشاط واحرز هدف جميل لترتفع النتيجه الى 9 اهداف للفريق الاسباني. هذا اللاعب رقم 9 هو اللي سجل الهدف التاسع لتصبح النتيجه 9 لفريق الاسباني تشادي مقابل 7 للفريق المجري فاشش المجري. الكره مع فريق فاشش المجري وبيحاول يعوض تاني الفريقين، بيحاول يعوض الهدفين، والكرة مع الفريق المجري وبيباصي للسنتر فورورد، انما الدفاع الاسباني القوي حصل على الكرة واخدها واداها لحارس المرمى. الفريق الاسباني بيهجم تاني من الناحية اليسرى عشان يشوفوا ايه اللي ممكن يعملوه، بيحاول دلوقتي يديها لزميله في موقع كويس اوي اللي شاط. اللاعب رقم 5 أوجد نفسه في مكان جامد جدا وسجل هدف جميل لتصبح النتيجة 10-7 لصالح الفريق الأسباني، وباقي من زمن الشوط الرابع والأخير 5 دقائق و10 ثواني. 5 دقائق و10 ثواني مظبوط، هم دول المتبقيين، وتقدم الفريق الأسباني دلوقتي ب10 أهداف مقابل 7 لفريق فاشش المجري. تمام كده الفريق الاسباني متقدم بفارق 3 اهداف. الفريق المجري بيحاول ان هو يعوض علشان خاطر يجيب التعادل عشان يوصل لضربات الجزاء، لكن الاسبان مش مدين له الفرصه وبيحاولوا ان هم يفوزوا بالمباراة في وقتها الطبيعي. الكرة مع الفريق المجري، فريق فاشش العتيق للفريق، تم استبعاد اللاعب رقم 6 من فريق الاسباني. فريق فاشش المجري بيحاول يستفيد ويستغل الزياده العدديه ان هو ازيد بواحد، وبيحاول ان هو انتهت فتره ال 30 ثانيه فتره استحواذ على الكره، لان هي كان اللاعب رقم 6 المدير الفني طلب تايم اوت. الكرة كانت مع فريق تشادي الاسباني، الفريق طلب وقت مستقطع. احد شروط الوقت المستقطع ان هو ان الكرة تكون في حوزة الفريق، يعني مش في المدير الفني ما يطلبش كده الوقت المستقطع في اي وقت، لازم نمرة واحد تبقى الكرة في حوزته. والكرة في حوزته يعني ايه؟ يعني الكرة ملامساه،
يعني ما يجيش الكره موجوده في مكان فاضي واحد افراد الفريق بيسبح عشان يسبح 3 4 متر عشان يروح لها والمدرب يطلب تايم اوت، لا ده خطا وممكن تتحسب عليه فاول عكسي، لانها لازم تبقى الكره في حوزته ومعاه في ايده علشان خاطر يقدر يقول انها ان هو عاوز يلعب واحد يطلب وقت مستقطع. هو طلب الوقت المستقطع لان هو زياده واحد، فبيحاول دلوقتي الفريق الاسباني يستغل الوقت المستقطع ان هو يلعب ويخلخل الدفاع الفريق اللي ناقصين واحد علشان خاطر يحاولوا يجيبوا الهدف ال11. بيباصوا من بعيد وشمال وشاط شاط شوطه لعيبه، اللعيب ده جامد قوي، اللعيب ده جامد قوي، وده يعني المدفعجي بتاع الفريق، سجل الهدف ال11 اللي بيأملوا اليه ان هو يلعب ويجيب هدف. النتيجه 11-7 وباقي 4 دقايق و15 ثانية او حوالي 10 ثواني يعني في الحدود دي علشان خاطر ده الشوط الرابع والاخير. باقي حوالي 4 دقايق و10 ثواني. الكرة مع فريق فاشش المجري، هنمشي الساعة ايوه علشان خاطر الوقت بيتحرك. كرة مع فريق فاشش المجري، عنده فرق اهداف 4، بيحاول يقلص الفارق. والكرة مع فريق عفوا كرة مع فريق فاشش المجري بيهجم وعاوز يقلل فارق الاهداف 4، بيعمل ايه؟ اخد فاول والحكام رفعوا له ايدهم، يعني معناها ان هو خارج منطقة الاربعة الستة متر وبالتالي يقدر يشوط مباشرة، لان هو ما بقاش متاكد، فالحكام القانون بيلزمهم ان هم يرفع ايده لو موقع الفاول في الستة متر او اكتر، ودي بتبينها العلامه اللي موجوده بعد علامه ضربه الجزاء، في علامتين ورا بعض 5 متر و6 متر. الكره راحت للفريق المجري، الكره معاهم بيبداوا هجمه جديده وكل املهم ومناهم ان هم يقلصوا الفارق ما بين الفريق الإسباني والفريق المجري لأقل من 4 أهداف. الفريق دلوقتي 4 أهداف. هنشوف إيه الأخبار. شوط شوطة قوية، اللاعب رقم 4 من فاشش، وهي كانت طالعة بره بس حارس المرمى ما آمنش لمسها وطلعت رمية ركنية عشان يطمن أكتر، ولكن الكرة مع الفريق المجري وبيحاولوا برضو يعوضوا فريق الأهداف. هيعملوا ايه؟ بيلعبوا كرة راحت لحارس المرمى وبيهاجموا الفريق وبيهاجموا الفريق الاسباني. تم احتساب رمية جزاء على حارس المرمى ان هو كان بيلعبها باستهوال شويه لما اخد الكره، واللاعب من اسبانيا كان بيرش على ميه على احد اللاعبين عشان خاطر يلخبطه شويه، فتم طرده واستبعاده من المباراه. الكرة دلوقتي فريق المجر بيشوط ضربة جزاء، وشاط لاعب رقم 9 شاط شوطة جميلة جدا، ده كابتن الفريق نمرة 9 ومن اللاعبين الكويسين قوي في المجر، وهو كان كابتن فريق الناشئين السنة اللي فاتت، كان من اللعيبة الكويسين قوي وشاط رمية الجزاء باقتدار علشان خاطر يوصل للنتيجة 11-8، سجل الهدف الثامن لفريقه. باقي من زمن الهجمة 2 وحوالي 35 أو 30 ثانية. هيلعبوا الفريق الإسباني بيسنتر لأن دخل فيهم الهدف الثامن ليتقلص الفارق لثلاث أهداف بينهما، ودول قليلين في كرة الماء، يعني ممكن تتعوض وممكن يزيد
اللاعب الأسباني لعب الكرة، نما حارس المرمى مد إيده أخدها. لازلنا 11-8 النتيجة، وقربنا على دقيقتين الباقيين من نهاية الشوط الرابع والرابع والمباراة. كرة مع الفريق فشش المجري، كرة مع فريق فشش المجري، وبيباصي للسنتر فيرويد. عمل ايه الباك؟ ما لمسوش، انما لف ايده من حواليه وخلاه داس على ايده اللي ماسكه الكوره، فاتحسبت بول اندر على الفريق المجري. فريق اسبانيا بيهاجم علشان خاطر يقدر يزود لجوان ويرتاح الفتره دي. فعلا 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 لقى ثغره لاعب رقم 7، لقى اللاعب المدافع، اسف، اللاعب رقم 12 بيلاقي المدافع بس قال لما اخد نفسي، فبياخد نفسه وبيطلع لفوق كده، هو خد الكره من جنبه وسجل هدف. لاعب رقم 12 من اسبانيا، لاعب رقم 12 سجل الهدف ال 12، يعني معناها ان اللاعب 13 لو جه هنا في الحته دي هيسجل الهدف ال 13. باين عليهم كده الاسبان بيعدوا كويس. مهم النتيجة دلوقتي 12-8 لصالح الفريق الإسباني، فرق 4 أهداف، النتيجة 12-8، وسنتر فريق فاشش اللي دخل فيه الهدف ال 12 ليصبح فارق الأهداف 4 أهداف، نتيجة 12-8. كرة مع فاشش اللي معاه الكرة ولابس أغطية رأس زرقاء. احنا بنلعب في اخر دقيقة و15 10 ثواني من الشوط الرابع والمباراة. الكرة مع اللاعب المجري، طب هيعمل ايه؟ هيشوط 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 شاط 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 وسجل هدف جميل. اللاعب رقم 13 سجل الهدف التاسع. النتيجة 12-9 وباقي 57 ثانية، باقي 57 ثانية على نهاية المباراة، 57 ثانية 57 ثانية على نهاية المباراة. أنا بشكر فريق أون سبورتس، عندهم تقنية وحرفية عالية قوي في مساعدتنا ان احنا نقدر ننقل كل حاجة في وقتها وفي حينها وبرقمها. فاضل 57 ثانية على نهاية الشوط الرابع والمباراة، والنتيجة 12-9 لصالح فريق تشادي الاسباني. الاسبان كانوا بيحتجوا على الجون التاسع اللي دخل فيهم ده، الحكام كانوا بيشوفوا، انما لقوا القرار مظبوط، و يظهر المدير الفني بتاع اسبانيا كان بيحاول يلعب يريحهم شويه اللعيبه بتوعه، فكان بيحتج على الهدف الاخير. الكره دلوقتي مع فريق اسبانيا، ما بيحاولش يلعب على طول، بيحتفظ بالكره فتره 30 ثانيه. في 2 لعيبه في ضربة جزاء، ايوه عشان كده انها قرار قوي، ان الكرة كانت لسه رايحة على المرمى، على مرمى فريق فشش. الحكام وقفوا الكرة، ده احتياطي على الفريق الاسباني، ودايما بكرر ان مفروض ما فيش حد يقف في هذا المكان ولا يقف واللي واقف على الحبل، لازم مراقب المباراة يقول له اطلع فوق، خليك فوق، علشان ما يحصلش لخبطة من اللي في المية من الاحتياطي. في صفارة من حكم المباراة، زي ما بنقول في فرق. اللعب متوقف عشان في رمية جزاء لفريق رمية جزاء لفريق المجري، شاط وسجل هدف.
تم تسجيل الهدف العاشر لفريق فاشش المجري، وبقي 45 ثانية. انما هيحصل فيهم ايه؟ فرق الاهداف هدفين. هنشوف دلوقتي الحكم احتسب ضربة الجزاء دي ليه من وجهة نظره. هنشوف العدد اللي موجود في المية. هل العدد اللي موجود في المية 6 لعيبة ولا 5 لعيبة؟ افيرا تريتا، لا ده لازم لازم لاعب يطلع من الميه، لان المدير الفني بيقول له طلع لاعب من الميه. ليه؟ ايه اللي حصل؟ لان هو اللاعب من اسبانيا دخل ولعب بقوه وبوحشيه شويه على اللاعب من المجر. ايه اللي بيحصل في الحالات دي؟ اللاعب اللي لعب بوحشيه بيتوقف اللعب، و الحكم رايح بيتكلم معاه دلوقتي احد السادة. انا مش قادر احدد بالظبط مين اللي موجود كان بيكلم الحكم دلوقتي، انما الواضح ان الحكم اعتبر ان هجوم اللاعب بوحشية على لاعب من الفريق المجري بيستوجب طرد اللاعب لنهاية المباراة، والفريق بيلعب ناقص لمدة 4 دقائق ملعوبة، وأساسا فاضل 45 ثانية. يعني الفريق الأسباني هيلعب ناقص 1 طوال ال 45 ثانية دول، هيلعبوا 5 بدل ما يلعبوا 6. الفريق المجري هيلعب زيادة 1 طوال الوقت المتبقي، فرق هدفين. فريق اسبانيا بيحاول يلاقي واحد زميله، لان هم في كرة الماء يعني يا دوبك ما ينفعش حد يلعب واحد زيادة. فعشان كده باقي حوالي 30 ثانية، والفريق الاسباني بيحاول ياخد الكرة ويباصي لزمايله ويستفيد من انهاء الوقت ده علشان خاطر لقوا نفسهم ان هم بيعطلوا اللعب وبيلعبوا لورا. حسب ليهم فاول، واللاعب اخذ الكوره وانتهت المباراه بفوز فريق الاسباني 12 فريق